غيران من لعيبة الأهلي وكل شوية شد تشيرت لعيب ومش عاجبه أي حاجة. رمضان صبحي بياكل النجيلة وكل ده عشان يرجع للنادي الأهلي. رمضان صبحي بيعمل كل حاجة عشان يرضي الجمهور، بس جمهور الأهلي محدش يرضيه غير اللي بيلعب واللي بيخاف على الفانيلا الحمراء. عمل تصرفات قوية ضد لعيب الأهلي، فقطع تيشيرت محمد هاني وخلع كتف رامي ربيعة. رمضان بيضرب لعيبة الأهلي وكراهية اللعب واضحة ضد المارد الأحمر، وبيلعب بغل بعد ما حس بغلطته لما ساب الأهلي وراح لبيراميدز، وحاسس بالفشل لأنه مش قادر ياخد بطولة مع بيراميدز ولا حتى عارف يرجع. النهاردة اتلعب ماتش نهائي كاس مصر بين الأهلي وبيراميدز، الماتش اللي يعتبر من أهم ماتشات الموسم بالذات لبيراميدز اللي نفسه يحقق أول البطولات في تاريخه. غير الجدل الكبير اللي حصل قبل الماتش بسبب تعيين حكام مصريين ورفض لجنة الحكام استخدام حكام أجانب علشان فريق بيراميدز يقول هينسحب من الكاس. بعديها قرر مالك النادي سحب كل الاستثمارات ورجعوا قرروا انهم يلعبوا الماتش. ولو هنتكلم عن ماتش الاهلي وبيراميدز فاكيد هنقول عن الاحتقان اللي بيحصل دايما قبل كل ماتش، بالذات ان في عدد كبير من لاعبي الاهلي بيلعبوا في بيراميدز اللي هم شريف اكرامي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد. ولما بدأ الماتش شفنا احتكاكات قوية وضرب بين اللاعبين في أرضية الملعب، وشفنا إصابة رامي ربيعة في كتفه بعد تدخل رمضان صبحي، وبرضه شفنا خناقة محمد هاني ورمضان صبحي، وشفنا رمضان قطع التيشيرت الهاني. ده غير الخناقات والمشادات بين اللاعبين جوه أرضية الملعب، واللي منها لما محمد عبد المنعم ضرب فخر الدين بن يوسف، وبعد كده الحكم راح طرده من الماتش. وشهد الماتش بعض الأحداث الغريبة زي منع جمهور بيراميدز من الدخول، عبد الله السعيد ورمضان صبحي مرة جديدة بيفشلوا قدام الأهلي وما يقدروش يفوزوا بالبطولة. عبد الله السعيد قرب يعتزل، ممكن يكون ده أساسا الموسم الأخير بالنسبة له، أما رمضان صبحي فهو مش عارف هيعمل إيه، بالذات بعد ما مالك نادي بيراميدز أعلن إنه هيسحب كل الاستثمارات والمشروع هيتوقف. رمضان صبحي ممكن يكون غلط، لكن برضه كان طلع في أكتر من لقاء صحفي وتلفزيوني وقال إن الأهلي بيتي واديله عمري وبرضه قليل، وإنه رفض يلعب أو يروح الزمالك رغم كل العروض والإغراءات اللي كانت عليه من إدارة الزمالك علشان خاطر الأهلي وجمهوره. في النهاية بنبارك للأهلي على فوزه بالكاس، وهنطرح السؤال، يا ترى ممكن إدارة الأهلي تسامح رمضان صبحي على تصرفاته ويرجع الأهلي تاني؟ ده اللي هنعرفه في الأيام اللي جايه.